بها معناتها اللقاء الثالث معناتها اللي خسرناه مع الاهلي خلينا حتميه الانتصار في اللقاء الرابع هذا. مجموعه كما شفتوها صعيبه خاصه بعد انتصار المنعب المالي ضد الترجي، لازمنا ما نضيعوش النقاط اللي على ميداننا اللي هما يسهلوا لنا الترشح ان شاء الله. والله معناتها احنا كي حضرنا المقابلة الزوز مع بعض معناتها حتى البرنامج نتاعنا كان مركز اكثر الريكوبيراسيون تاع اللاعبيه، وهذاك علاش من المرات القليله اللي دخلنا في تربص قبل لقاء النادي الافريقي بنهارين ونهارين قبل لقاء الاهلي المصري. بالطبيعه معناتها النتيجه تاع النادي الافريقي تسهل لنا الخدمة المقابلة الأهلي، أما كل مقابلة لها خصوصيتها، ومقابلة الفريق توينا الصفحة متاعها من اليوم الموالي، تعرف جمعية كبيرة كما النجم الرياضي الساحلي في انتظارها لقاءات كبار، ما يلزمكش تفرح برشا معناتها ديما يوفى ماتش تسكر وتحضر المقابلة. والله أزيد حاجة هي التطبيق التعليمات، معناتها تعرف خاصة الفريق متاعنا يعمل أكثر على المجموعة. اللاعب لازم يكون خاصة من الناحية الدفاعية يكون يقدم مجهود للمجموعة، والتركيز والصبر خاطر تعرف لقاء كبار منافس الأهلي المصري فريق كبير، لازم ما نستعجلوش على النتيجة معناتها نطبقوا وكل ملاعب يقدم أحسن ما عنده النتيجة تجي وحدها. بالطبيعة إن شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم، وماتش مش سهل مش باش يكون سهل، تروبون باش يعاونونا باش نكونوا في المرتبة الأولى إن شاء الله، وباش نكملوا المشوار مرتاحين إن شاء الله. لازمتنا نماركيو ونحافظوا على النتيجة وإن شاء الله نكونوا حاضرين. الحمد لله إن شاء الله نكمل في النسق هذا ونعاون جمعيتي، وهذا واجب عليا، وإن شاء الله ديما نحسن إلى أحسن. صحيح ماتش مهم برشا، لازمنا نربحوا باش أون بخون أون أفونس سوغ نوتر كونكورون ديريكت اللي هو الأهلي. وكان ربحنا نتصور 90% ترشحنا نجيبوا مع نتيجه من مالي ان شاء الله نترشحوا. ماتش صعيب، نعرفوا الاهلي من لي غران كلوب في الافريك، دونك لازمنا نكونسونتري دي لو ديبي دو ماتش وان شاء الله مربح. هما جايين نتصور جايين على الانتصار زاد، هما معناتها جماعه كبيره لازمنا نحضروا كما يلزم. صحيح ربحنا الكلوب افريكان، اون اي رونتري دون لو ماتش فيت ابخي لو ماتش دو كلوب افريكان، مانان سي ا نو دو فير ان غران ماتش بور غاني سو ماتش لا.